عينه اللي بالدمع ومل الأرض دام عن كاظم اللي بالسجن عانش كثرها يا عينه اللي أغرقي في جوج البراري لا يبقى دمعك بس يهين وبخد جار اشكي مصاب بالقلوب للباري والله العليم بلوعتي وبحالي أعلم وويله ما ريد أعدك بالجرح عالعترة وش صار وادري الجروح هل تستعير وسط القلب نار لكن تلوحا للنظار كل ساعة أفكار ولساني ما يقدر بعد حسرة يتكلم وإماما شذكر وعدد من مصار يبقى لها الشيء وكلهم يا ويل اش قد لقاو بالهم مظالم هم عترة الهادي النبي ومنهم الكاظم عانى المآسي وبالظلم جبده يتخذ وإماما دولة على ظلم الملايات أسس حكمها والأدهل أولاد النبي طافح ظلمها جتل الأيمة لم صباح أعظم جرمها يتأخر الحر والعبيد هو يتقدم وإمامة عالكاظم صار وسدى من جور هارون ضيق عليه ولنصبح تاليها مسجون ينحب عليه بكل وكيل يا وصفه الكون وبغيبته الكون انفجع وبحسرة أظلم يا وصفه من سجن السجين قضى حياته وشاف البلاء يب محنته الغاية ما مات ما لحظة ظل بهالسجين تشهد صلاته وهيهات مثل بهالبلاء لحظة يتألم خلى السجون المظلمة ذكر الله تسهار واصبح دعاء يهدم صروح التجبى مو عجبة هذه والأصيل بالحملة حيدار هو اللي لصنام الشريك بالعزة هدى
بعد اللي شافه من البلاء ومن ثقيل الانجاد وعد محبيه الفرج يم جسير بغداد والشيعة ظلت بالأمل ترتجي الميعاد أيام مرت لن صباح هالجميع ملت هالشيعة ظنت بالأمل يرجع وليها كانت تفكر والسيف راح بيدين تبكي ومثل جمر الغضا أصبح بجيها من سمعت بنجل الوصي يا حيف من سيف هذه مصيبة وما أظن تحصل مثلها والشيعة ما كانت تظن تفقد أمل شافت جنازة واربعة تولوا حملها والدين وصفة بموتة الكاظم تيت أعوان هارون الرجيس بالغي والأحجار شالتنا عيش ابن النبي وصاحت بالحبار هذا إمام الرافضة يا أهل بغداد للي يريد الفرج خال يعني يتقدم الله يدن يشهى الفعيل وامرج عجايل تسددا للمصطفى وتعلى النواصي مهما يكون من الدهار تبقى الغوالب مجى الخلال يقوى الظلم تاليها يندم عالكاظم تهل يا وسام دمعات كثرة يوم التشيع وبهضم حضرت الزهر لكن لصعب عالطهور وافجعها أمره ذاك اللي طاح بحومته وصدره واليمة صارت ذبحته بكل الأيمة أعظم مصيبة وظل يسيح على الغبر دم تسعر ضماير شيعته من طاح جسمه والمصيبة بوسط القلب منصوب ماتم